الحلقات ال25 من مسلسلات الانيميشن والكرتون في شهر رمضان كمان جذبت انتباه الاطفال بشكل كبير، خصوصا مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث ومسلسل نور والكوكب السعيد وكمان مسلسل سر المسجد ومسلسل نورة. الحلقات ال25 من مسلسلات الأنيميشن والكرتون في شهر رمضان شهدت أحداث مشوقة. بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل سر المسجد بأن سيف وأصدقائه اكتشفوا أن صاحب الرسالة المجهولة هو العم راشد، وهو اللي بيساعدهم لإيجاد الرمز المفقود مقابل حل عدد من الألغاز. وأبلغ راشد سيف وأصدقائه أنه تمكن من إيجاد رمز جديد، وشهدت الحلقة حوار ممتع بين سيف وأصدقائه مع الشيخ صلاح وهو بيحكي لهم عن قصة بناء مسجد قباء. أول مسجد بني في الإسلام، وموجود فين مسجد قباء ده يا شيخ صلاح؟ مسجد قباء يا سيف موجود في قرية قباء بيثرب. كمان بدأت الحلقة 25 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث بحوار بين كنوز ومازن عن مكان سينو، وخلال أحداث الحلقة ظهر يحيى في زمن الإسكندر وهو بيسأل الأستاذ عصام ونونيا عن انتهاء عصر المعابد، فبيرد عليه الأستاذ عصام بأن الإسكندر ليس أول جيش يحتل كامت، وبيسرد له هو ونونيا القصة. إلا إني أحب أسمعه بنفسي منك. سيدي أكيد يعلم كل اللي بيدور في عقلي، لكن أنا يهمني أعرف منك، أنت حقيقي دخلت كمت عشان بس تيجي هنا، ولا الرحلة دي ليها أغراض تانية؟ أما عن الحلقة 25 من مسلسل نورة فبدأت بظهور الأستاذة رضوى ومدير المدرسة وهم بيتحدثوا عن والد ووالدة يارا اللي بيرفضوا الحضور للاستدعاء، وخلال أحداث الحلقة بتظهر نورة وهي بتتحدث مع والدها ووالدتها وجدتها عن ريم اللي تركتها في المدرسة ومش بترد عليها. وأنا ما يرضنيش إنها تسقط، بس ممكن لما ده يحصل أبوها وأمها يعرفوا إن مستقبلها بيتدمر بسبب إهمالها.